هذا يقول: انتشر في وسائل الإعلام وفي الناس الآن ما يتعلق بفيروس كورونا، وفيه أن أحدهم يقول إنه في 20 في عام 2020 يخرج فيروس من الصين أو من الهند يهلك الناس معه، فما حكم ذلك؟ هذا الحقيقة من الخرافات التي تتجدد على الناس، تهويل الأمر عليهم وأن هذا انقضاء الدنيا. قبل مجيء عام 2000 دفت هذه الشائعة أن عام 2000 نهاية الدنيا، وأشاعها كفرة أهل الكتابين، ومضى عام 2000 والآن بعد 20 سنة ما شفنا للعافية. وكلما جاءت حادثة أو مدة نطق هؤلاء الكهان والمنجمون والعرافون وأذنابهم وأتباعهم، وجاءت الوسائل الإعلامية المختلفة خصوصا التواصل الاجتماعي بأنواعه والقنوات والإذاعات، روجت هذه الأكاذيب والأساطير والخلافات. أما القول بأنها تفني الناس هذا غير صحيح. الدنيا بقي عليها أشياء كثيرة، بقي عليها جملة كبيرة من أشراط الساعة الصغرى، بل بقي أشراط الساعة الكبرى لم يقع منها شيء وهي العشر. فهذه الأساطير وهذا التكهن وهذه العرافة لا يجوز أن نصغي لها ولا أن نذيعها وننشرها بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وللأسف لرقة قلوب بعض الناس وقلة علمهم بل وضعف عقولهم وضعف دينهم وعقائدهم تروج عندهم هذه الدعايات الباطلة. تصديق هؤلاء حرام، ويخشى على دين الذي يصدقهم ويعول على كلامهم. هؤلاء كذابون، وهذه البلايا والمحن مما كتبه الله من الفتن التي تتجدد. والكورونا نوع من أنواع الطواعين، هذا الفيروس، ولنا فيه هدي نبوي، هدي شريف في الوقاية وهدي شريف في التعامل معه. أما الوقاية فما جاء في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم في أرض فلا تخرجوا منها. وهذا أعظم ما يكون في سبيل الطب الوقائي من هذه الأوبئة والأمراض، فيروسات كانت أو بكتيريا أو غيرها. وفي اتقائه ودفعه بذل الأسباب الشرعية، وهو ما أباحه الله من الأسباب، ومنها الحجر، ومنها عدم المخالطة، ومنها الإرشادات التي يوصي بها مسؤول الطب والصحة. أما أن يهول على الناس فلا. وهذه البلايا إنما هي نتاج الذنوب، يبتلي الله عز وجل بها من شاء من عباده. فنسأل الله أن يرفع عنا وعنكم عن المسلمين بلاءه، وأن يعاملنا بعفوه ورضاه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا.